وبقدرة الصليب الكريم المحمي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية، وبطلبات القوات السماوية المكرمة العالمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم الصادق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجليلين أبي كل مدحه وأبانا القديسين أموالهم المسكونة رؤساء كانت منظمة باصر وسكر ببر الهول وصداق ويوحنا ذاتي الحق وأبانا القديسين أثناس وفكر بس ويوحنا ذاتي وبطاركة الإسكندرية وأبانا القديسين فطريركيان طاقيا وأبائنا القديسين العجائبين نيقولاوس الصخر ريكيا وسكريدون الصخر ميكوس وغريغوريوس سلاماس الصخر سالونيكي ونكتاريوس الصخر المدن الخمس والقديس المجيد والشهداء ستيفانوس رئيس الشمامسة والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جواتيوس المظفر وديمتريوس المفيد الطيب ثيودوروس سيروني وثيودوروس قائد الجيش والقديسين اغناطوس وبروكاربوس الشاهدين في رؤساء الكهنة والقديسين من العجائب وبرتلايمون الشافي والقديسين اخر لامبوس والكثيريوس ويوسف الدمشقي الشهداء في الكهنة والقديسات المجيدات القديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وابائنا الابرار المتوشحين بالله أنطونيوس الكبير معلم البرية إفتيميوس وباخوميوس وثيوذوسيوس رؤساء الأديرة بايسيوس وأرسينيوس فرام وإسحاق سوريين ساب المتقدس ويوحنا كاتب سلام الفضائل ماكسيموس المعترف يوحنا دمشقي ثيوذوروس توزيتي وسمعان اللاهوتي جديد أثناسيوس وماكسيموس وبطس ونيقوديموس وبولوس الذين نسكوا في الجبل وأمنا البارة مريم المصرية وأمنا البارة مكرينا وجميع أبائنا وأمهاتنا الأبرار الذين لمعوا بالنسك والجهاد المقدس والقديسين الصديقين واكيم وحني جدي المسيح الإله والقديسة خريستينا المعظمة في الشهيدات التي نقيم تذكارها اليوم وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب جزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطاة طالبين إليك وارحمنا. نطلب من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا أيضا نطلب من أجل غفران خطايا عبيد الله الموجودين ها هنا ومن أجل نفوس جميع المسيحيين الذين في ضيق أو شدة المحتاجين إلى رحمة الله ومعونته ومن أجل حفظ هذا البيت المقدس والساكنين فيه من أجل سلام كل العالم وراحة وثبات كنائس الله المقدسة
ومن أجل خلاص أبائنا وإخوتنا الذين يعملون بنشاط ويخدمون بخوف الله، ومن أجل معونتهم، ومن أجل المتخلفين منهم والغائبين، من أجل شفاء الذين في الأمراض، ومن أجل راحة نفوس المتوفين من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين ها هنا وفي كل مكان، وراحتهم والذكر المغبوط لهم، من أجل نجاة المأسورين، ومن أجل جميع الذين يخدمون في هذه الكنيسة المقدسة، لنقل من أجلها. نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وجميع الأديرة والمدن والقرى من السخط والجوع والوباء والزلازل والغرق والحريق والسيف، ومن غارات القبائل الغريبة، ومن الحروب الأهلية، ومن هذا المرض الوبائي والموت الفجائي، ومن أجل أن يكون لنا إلهنا الصالح والمحب البشر شفوقا ورؤوفا ومتعطفا، ليصرف ويبعد عنا كل سخط يثور علينا، وينقذنا من وعيد العادل ويرحمنا. تضرعنا نحن الخطا ويرحمنا، استجب لنا يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيدا، كن غفورا لنا يا سيد، كن غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم، لنحني رؤوسنا للرب. أيها السيد جزيل الرحمة الرب يسوع المسيح إلهنا، بشفاعة الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وبقدرة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية، وبطالبات قوة السماوية المكرمة العادمة الأجساد، ومن الكريم السابق المجيد حنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وأبائنا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء، والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين وأكيم وحني جدي المسيح لله، والقديسة خريستينا المعظمة في الشهيدات التي نقيم تذكارها اليوم، وجميع قديسيك اجعل طلباتنا مقبولة، وهبنا غفران زلاتنا، واسترنا بستر جناحيك،
واطرد عن كل عدو ومحارب، وامنح السلام لحياتنا يا رب، وارحمنا وارحم عالمك، وخلص نفوسنا بما أنك صالح ومحب للبشر. آمين. أيها المسيح، إننا نمجد تحننك الجزيل وصلاحك الصائر إلينا، لأن نسوة قد أبطلنا ضلالة حماقة العبادة الوثنية بقوة صليبك يا محب البشر، ولم يجزعنا من المغتصب، بل وطئنا الغاشة وسارعنا مبادرات على إثرك إلى عرف طيبك متشفعات من أجل نفوسنا. صبرا صبرت للرب فأصغى إلي. إن الشهيدة قد أعرضت عن السعادة الأبوية، وصبت إلى المسيح بوداعة، فصادفت المجد والغنى السماوي، وإذ تدرعت بترس النعمة طعنت المغتصب بسلاح الصليب، فلذلك تعجبت الملائكة من جهاداتها قائلين: لقد سقط العدو مقهورا من امرأة، وظهرت الشهيدة مكللة، والمسيح يمجد بما أنه إله المانح العالم الرحمة العظمى. وقام على صخرة رجلي وشدد خطايا. أيها المسيح، إن قوة صليبك قد صنعت عجائب، لأن الشهيدة خريستينا قد جاهدت جهادا استشهاديا، ومن ثم اطرحت ضعف الطبيعة، قاومت المغتصبين بشجاعة، فلذلك أحزت جوائز الظفر وتشفع من أجل نفوسنا. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد أظهرت العمل مطابقا لتسميتك ذات الاسم الصالح بالحقيقة، فصرت عروسا للمسيح بطهارة بطوليتك، بمسرة الآب ومؤازرة الروح القدس، وفي مكافحات استشهادك بجلادة تلألأت بأفضل من أشعة الشمس بهاء، فلذلك قدمت على المائدة السماوية بمثابة ذبيحة نقية لا عيب فيها، منتظمة مدى الدهر مع مصافي العذارى والشهيدات، فمعهن استمد يا خريستينا المطابقة لاسمها أن تمنح لمكرميك السلامة والرحمة العظمى. الآن وكل آوان وعلى دهر الداهرين. آمين. نعجتك يا يسوع أنت فرح الملائكة، أنت مجد البشر، وأنت رجاء المؤمنين، أيتها السيدة البريئة من كل العيوب نصيرتنا، فنحن نلتجأ إليك ونهتف نحوك بإيمان، حتى أننا بشفاعاتك ننجو جميعنا من سهام العدو، ومن كل شدة نحن المادحين لك يا عروس الله. الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام، فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجه كل الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى هذه الداهرين. آمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب يا سيد خلاص عن سيئاتنا، يا قدوس طلع وشف مرادنا من أجلنا. يا رب يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى هذه الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. إن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن كل أوان ويا دهر الداهرين. آمين. يا خريستينا المجيدة بين الشهداء، لما تركت خداع أبيك صارت لك إشراقة إلهية من الإيمان، وبما أنك جاهدت بعصم الليالين هزمت العدو والعاتي، فتشفع لدى الرب أن يرحم نفوسنا. المجد للآب والروح القدس. يا خريستينا المجيدة بين الشهداء،
لما تركت فداع أبيك صارت لك إشراقات إلهية من الإيمان. وبما أنك جاهدت بعزم الليالين رزمت العدو والعادي فتشفعي لدى الرب أن يرحم نفوسك. الداهرين أمين. يا والد سلّي لي عذرا إفراحي يا ممتلئة الرب يسوع المسيح إلهنا يا من بارك الخبزات الخمسة في القفر وأشبع منها 5000 أنت بارك أيضا هذه الخبزات والقمح والخمر والزيت وكثرها في هذه المدينة وفي عالمك أجمع وقدس عبيدك المؤمنين الذين يتناولون منها لأنك أنت الذي يبارك الأشياء كلها ويقدسها أيها المسيح إلهنا وإليك أرفع المجد مع أبيك الذي لا أبد له وروحك الكلي قدس الصالح والمحي الآن وكل آوان وإلى الدهر الداهرين آمين. ليكن اسم الرب مبارك من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مبارك من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مبارك من الآن وإلى الدهر. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولدى الداهين آمين. بارك الرب في كل وقت على الدوام تسبحه في فمي بالرب تمتده نفسي ليسمع الودعاء ويفرحوا عظم الرب معي ونرفع اسمه جميعا تمست الرب فاستجاب لي ومن جميع أحزاني أقني تقدم إليه وتنير لا تخزى وجوهكم هذا الفقير صرخ فاستمعه الرب من جميع أحزانه خلصه يعسكر ملك الرب حول خائفيه ويمجيهم ذوقوا وانظروا مطيب الرب طوبى للرجل المتكل عليه اتقوا الرب يا جميع قديسيه فإنه ليس للذين يتقونه إعواز الأغنياء افتقروا وجاءوا أما الذين يبتغون الرب فلا يعوزهم أي خير الأغنياء افتقروا وجاءوا أما الذين يبتغون الرب فلا يعوزهم أي خير الأغنياء الذين يبتغون الرب فلا يعوزهم أي خير إلى الرب نطلب بركة الرب ورحمة تحل عليك بنعمة الإلهي ومحبتي للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أمين.
المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصر ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا قدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجزك تؤدبني، فإن سهامك قد نشبت فيا ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبق معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي، وجنسي وقف مني بعيدا، وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدما يعظم علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد واجع لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بأثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا محلوي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي في أرض برية وغير مسلوكة وعديمة الماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأعين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم، وبالشفاه الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هدست بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هدست بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك استتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين، حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلماتي وظلال الموت. علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجزتها علي. أبعدت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسة. قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفا من المسكنة. صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسط يدي. ألعلك للأموات تصنع العجائب؟ أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟
فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت اتضعت وتحيرت، علي جاز رجزك، مفزعاتك أزعجتني، حطت بيك الماء والنهار كله اكتنفتني معا، بعدت عني الصديقة والقريبة ومعارف من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفس الرب ويا جميع ما في داخل اسمه القدوس، بارك يا نفس الرب ولا تنسى جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة، ليس إلى الانقضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا، ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء على الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة الرب فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه يصنعوها. الرب هيأ عرشه في السماء وأملكته تسود على الجميع. بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة، العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. بارك الرب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته. بارك الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، وأجلسني في الظلمات مثل موتى منذ الدهر، وأجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذست في كل أعمالك وأتملت في صناع يديك، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب طريق الذي أسلك فيه، فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فإني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك، لأنك أنت هو إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزون نفسي، لأني أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن الروح القدس، الآن وكل أوان ولدها الداهرين آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وكان مكرمين وشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل أن ينحسر هذا المرض الوبائي، ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل
الاعتدال أهوية واصب أرضي بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب اعترفوا للرب وادعوا باسمه القدوس الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرته الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب من قبل الرب كانت وهذه وهي عجيبة في أعيننا الله الرب ظهر يا خريستينا المجيدة بين الشهداء لما تركت خداع أبيك صارت لك إشراقة إلهية من الإيمان وبما أنك جهدت بعزم الليالين هزمت العدو والعاتي فتشفعي لدى الرب أن يرحم نفوسنا المجد لله والابن والروح القدوس يا كريستينا المجيدة بين الشهداء لما تركت خداع أبيك صارت لك إشراقة إلهية من الإيمان وبما أنك جهدت بعزم الليالين هزمت العدو والعاتي وتشفعي لدى الرب أن يرحم نفوسنا الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين افرحي يا باب الرب الممتنع العبور فيه افرحي يا سورا وسترا للمسارعين إليك افرحي أيتها من الهادي التي لم تعرف زواجا الوالدة بالجسد خلقك وإلهك فلا تكفي متوسلة من أجل المسبحين والساجدين لمولدا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس
الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ارحمني يا رب كعظيم رحمتك وكملي كرة رأفاتك أمحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي.